طبعا يعني في رمضان اكيد برضو الرياضه مهمه جدا في حياتنا، ولسه برضو بنستكمل معاكم في رمضان يعني اخبارنا عن الرياضيين في حياتنا والابطال، وايضا عن الرياضات يمكن اللي البعض عارف عنها بعض التفاصيل لكن مش ملم بالتفاصيل الكامله عنها، ومن ضمنها الهوكي على فكره. الهوكي اللي هي يعني موضوع حلقتنا دلوقتي او فقرتنا، البعض يمكن بيشوف بعض اللعيبة بعض الأندية اللي ممكن البعض برضو ما عندوش العلم أو الخلفية الكاملة عن بعض الأندية اللي ممكن بتمارس اللعبة دي، بس الهوكي من الألعاب القوية جدا، من الألعاب الحمد لله كمان اللي احنا يعني مصنفين فيها أفريقيا بشكل قوي جدا، وعندنا كمان أبطال يعني بيشرفونا وبينورونا بشكل كبير، وهي على فكرة كمان يعني هي لعبة من قديم الأزل يعني اللي هو إيه من زمان كده، اللي هي لعبة نقدر نقول عليها ان هي لعبة تاريخية الحمد لله. النهارده منورنا الكابتن احمد عبد الحكيم لاعب منتخب مصر وكمان لاعب نادي الشرقية للدخان، عشان بقى نتكلم النهارده عن مشواره وايضا عن الهوكي. ابو حميد اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. طمنا عليك. زي الفل والله. والله يعني مبسوط ان احنا بنتقابل تاني. اكيد طبعا. وكمان مبسوط جدا يعني بمشوارك وكمان بتاريخك المحترم. ربنا يخليك. ما انك برضه صغير مش كبير بس يعني ما شاء الله عملت طفره كبيره جدا. ربنا يخليك. نبدا منين؟ يعني ناخد الموضوع معاك من البدايه، من الاول خالص من نادي الزمالك ونكمل المشوار، ولا حابب نبدا من اخر الاول؟ اللي انت عايزه. رمضان كريم يعني. انا اقول بدايتي يعني. تمام. انا ابتديت من مدرسه الهوكي في نادي الزمالك. قعدت فتره مش قليله في نادي الزمالك، فتره جميله طبعا، بيتي يعتبر. وتعلمت الهوكي هناك. طلعت من نادي الزمالك في 2011، رحت لنادي الشرقية للدخان. من 2011 بقى يعتبر لحد وقتنا الحالي انا في نادي الشرقية للدخان. وعلى مدار الفتره دي كلها بقى كان في فترات المنتخب الشباب، المنتخب الاول يعني حضرت كل التجمعات الخاصه بالمنتخبات العمريه، ناشئين شباب اول. الحمد لله. ابتديت منتخب اول من 2004 ما شاء الله لحد دلوقتي بقى. طيب نعرف الناس اكتر عن لعبه الهوكي، وبرضه نعرف الناس ان احنا عفوا الهوكي لعبه كبيره ولعبه محترمه جدا ولعبه كمان تاريخيه عندنا. طبعا الهوكي اصلا من يعني حتى حضرتك بصيت على جدران المعابد في لعبه الهوكي زمان كانوا بيمارسوا زمان، ليها مسمى تاني اللي هي الحوكشه. فالهوكي دي لعبه قديمه جدا. واحنا الحمد لله على مدار التاريخ افريقيا فريق نادي الشرقيه عندنا في مصر يعتبر بطل افريقيا عدد مرات كبير جدا. عندنا في نادي الشرقيه، نادي الشرقيه ونادي نادي الشرقيه للدخان. تمام. وبعد الشرقيه في نادي الشرقيه للدخان حصلنا على بطوله افريقيا كذا مره، نادي اتحاد الشرطه خد بطوله افريقيا كذا مره، نادي الزمالك خد تاني افريقيا من الموسم اللي فات. فدي حاجه، دي حاجه كويسه بالنسبه للهوكي في مصر عموما. منتخب مصر في الهوكي عموما مصنف عالميا لل 20 على العالم، فده حاجة مش وحشة جدا بالنسبة للإمكانيات والملاعب وكل ده. فلا لعبة الهوكي لعبة. مين المصنف عالميا؟ طبعا رقم واحد استراليا. في بلجيكا وفي هولندا، الهند بيجي بعدهم، الهند برضه من المنتخبات. ألمانيا بطل العالم، بطل العالم في آخر نسخة في كأس العالم. بس هي طبعا بيبقى في بوينتس وكده فبتتغير، يعني ممكن بلجيكا تيجي اول عشان هي بطل الاولمبياد. المانيا كانت خدت كاس العالم تتغير شويه. فبتروح وتيجي كده بينهم. يعني عندنا كم نادي مصري بيلعب هوكي؟ يعني المسابقه عندنا فيها كم نادي؟ هو الدوري الممتاز 10 فرق. اللي هو الدوري الممتاز، وفي دوري الدرجه القسم الثاني برده تقريبا حوالي 10 فرق. غير بقى مراحل الناشئين غير السيدات. عندنا يعني الانديه اللي او بتنافس دايما على القمه او على البطوله او على المسابقه، ممكن نقولهم كده يعني. مثلا عندنا نادي الشرقيه، نادي الشرقيه الدخان، عندنا ايه تاني برضو الانديه؟ في نادي الهيئه العربيه طبعا سموحه، والهيئه العربيه للتصنيع. نادي الطائرات. طبعا نادي سموحه. وفي نادي بور فؤاد ونادي اتحاد الشرطه. بالاضافه طبعا نادي الزمالك. بس المنافسه غالبا دايما بتبقى بين الثلاث فرق الكبار اللي هم نادي الشرقيه، نادي الشرقيه للدخان، نادي الطائرات. الطائرات. طيب عرفنا اكتر عن نادي الشرقيه للدخان، يعني انضمامك ليهم من فتره يعني مش قليله، من بعد 2011 صح كده؟ ما شاء الله عمر يعني. اخدت معاهم كام بطوله وايه اللي فرق معاك بالاخص في نادي الشرقيه للدخان؟ ودايما يعني ايه
في مصطلح كده يقال انت خلاص بقيت ابن النادي او بقيت ابن الشركه او بقيت ابن المكان ده، فاهم؟ فانت خلاص كده بتهيالي بقيت ابن النادي. احنا اول ما ربنا وفقني واتنقلت لشهير الدخان كان حظي حلو ان الجيل اللي كان طالع في شهير الدخان في الوقت ده كان جيل قوي وانا رحت معاهم، وفي لعيبه جت معايا يعني مش انا لوحدي بصراحه، يعني كان في لعيب كابتن عمرو الهادي جه من ايطاليا رجع، كان محترف في ايطاليا ورجع، كان في كابتن عمرو سيد جاي برده من اتحاد الشرطه، فعملنا زي جيل قوي جدا في شهير الدخان في الوقت ده من خلال من 2012 لحد 2017 2018 لحد دلوقتي احنا بننافس، بس في الفتره اللي خدنا فيها بطولات كانت من 2012 لحد 2017 خدنا 2 بطوله افريقيا 2 دوري عام 2 كاس مصر سوبر مصري وبطولات الهوكي فايف بقى اللي هي القسم الثاني دلوقتي من الهوكي الحديث خدناها 3 مرات من الهوكي الحديث الهوكي فايف في حاجه اسمها الهوكي فايف غير الهوكي الإليفن هي نفس اللعبه بس بتتلعب في مساحه اصغر شويه ولعبها اقل شويه اربعه لاعبين وجون دي مختلفة عنها مش لكن مختلفة. انت بتتكلم عن الفترة او الفترة اللي فيها الزهو بالنسبة لك اللي هي الفترة بتاعت 2000 و لحد 2017 14 ل 17 دي كانت الفترة اللي خدنا فيها البطولات كتير جدا ومتهيألي في المشوار ده في 2015 جالك عرض احتراف خارج مصر جالي عقد احتراف في هولندا طب ليه ما سافرتش؟ كان ساعتها بقى ظروف زواج والشغل وكده، بس كنتش لوحدي، كان في لعيب تاني اسمه كريم عاطف معايا نفس الكلام برضو كان لسه دراسه، فما ربنا ما وفقناش ان احنا نسافر. كنتش حابب السفر قوي؟ مش قوي عشان الاسره برضو وكده. طب لو انت دلوقتي رجع بيك الزمن شويه، مش عايز اقنبك او عايز يعني ممكن او ممكن بالنسبه لك عادي الموضوع، هل كنت هتاخد الخطوه دي ولا برضو هتبقى على موقفك الحالي؟ لا كنت ممكن اسافر. لأن هولندا تعتبر من أقوى الدول في العالم في الهوكي تعتبر بلد الهوكي أصلا وأقوى دوري في العالم، فمعنى أن أنا كنت احترف هناك كان هتبقى فرصة أوبشن أصلا أن أنا أبقى مدرب بعد كده حتى هناك في هبقى حاجة تانية في الهوكي يعني. كنت كمان ممكن هتضيف للعبة بشكل كبير جدا يعني كنت هفيد البلد أصلا في اللعبة نفسها وده مهم قوي. أنا شايف كمان يعني دي بعض الصور يمكن هي معرفش مش من بطوله واحده بس اكيد من بطولات مختلفه او ماتشات مختلفه يعني، بس بالنسبه لك كان ايه اصعب الماتشات او البطولات اللي انت شاركت فيها مع نادي الشرقيه الدخان وحسيت ان هو لا الموضوع عدى بصعوبه وكانت بطوله مش سهله؟ كانت بطوله افريقيا 2017 في كينيا كانت بطوله قويه جدا. اشمعنى بقى؟ كان فريق كينيا من الفرق العنيفه في الهوكي وبيجيبوا محترفين من هولندا، وكانت البطوله دي على ارضهم وحتى الشرقيه نادي الشرقيه نفسه في البطوله دي خد 5 البطوله كانت مفاجاه، واحنا كنا وصلنا ان احنا نلعب فاينل من قوتها اكيد يعني من قوه البطوله في فرقتين من كينيا كانوا قوي، بوليس الكيني وفرقه اسمها بوتالي عندهم محترفين كتير كانوا جايبين 2 هولنديين ففرقه بوتالي دي كانت قويه جدا، لعبناها في قبل النهائي ولعبنا البوليس الكيني في الفاينل بوليس الكيني ماتش الفاينل ده عشان نكسب وصلنا لضربات الجزاء، دي كانت من اعلى واقوى واعز البطولات بالنسبه لنا يعني. طب وهي كينيا عندها امكانيات يعني اللي هي متوفره ليها ان هي تجيب لعيبه محترفه وتدعم اللعبه دي؟ احنا مش بنتكلم على كره القدم خلي بالك بالظبط، بنتكلم على هوكي، والهوكي مش كل الناس عندها الخلفيه الكبيره عنها او شعبيتها زي كره القدم مثلا. ايوه فان الدول الافريقيه ايا كان بقى يعني مستواها عامل ازاي او ماديا عامله ازاي ان هي تدعم لعبه بالنمط ده او بالشكل ده هنا برضو خليك تفكر كتير خلي بالك. لا دلوقتي افريقيا عموما انا بتكلم على الهوكي عشان انا جزء منه، افريقيا عموما دلوقتي بتطور بشكل كبير جدا يعني عندنا منتخب غانا منتخب كينيا منتخب نيجيريا بقوا اقوياء جدا غير جنوب افريقيا يعتبر اوروبا يعني مش هنقول ان هم افريقيا قوي، انما غانا ونيجيريا وكينيا زيمبابوي تقدموا بشكل كبير بقوا فرق قويه جدا يعني حتى نتائجنا معاهم في الفتره الاخيره قربت زمان كنا ممكن نكسب سكور دلوقتي الموضوع بيبقى فيه نديه يعني ابتدوا يهتموا بالالعاب الرياضيه المختلفه بالظبط وبيجيبوا مدربين على مستوى عالي يعني احنا الحمد لله عندنا المدرب بتاعنا على مستوى عالي جدا كابتن طاهر باكستاني هو واف اي اتش ترينر حاجه دوليه عظيمه يعني هم بقى يعملوا نفس الكلام بيجيبوا مدرب ممكن من هولندا من المانيا مدارس اوروبيه مختلفه يعني يستفيدوا منها بالزبط. وكمان يطلعوا اجيال جديده بيشتغلوا مع الاكاديميات الصغيرين بيطلعوهم بقى يفيدوا على كده الفريق الاول. شوفوا يعني ليه انا رحت مع يعني عبد الحكيم في الحته دي، لان انا شايف ان احنا كمصر احنا امكانياتنا وتاريخنا والحمد لله قدراتنا والكوادر البشريه بتاعتنا كبيره جدا، فلما بعض الدول الافريقيه ممكن
تحاول تقرب لك، وكمان لا مش تقربك دي كمان تتفوق عليك في بعض الاحيان في بعض الالعاب، انت هنا لازم تركز جدا ونقف عند كل لعبه كده وندعمها بشكل اكبر. طب قول لي، هي الهوكي اصلا لعبه مكلفه كادوات؟ ممكن شويه، وكالملعب نفسه ممكن شويه. الملعب بيكون ايه، نجيله ولا ترتان ولا ترتان؟ ترتان، نجيل صناعي، بس طبعا بيبقى الخامه مختلفه شويه عن بتاعه كره القدم. لانها بتترش ميه. بترش ميه حتى الازرق ده؟ ما هو دلوقتي الملاعب دلوقتي الهوكي فيها ازرق. كان زمان اخضر بس دلوقتي فيها ازرق. البطوله دي كانت في غانا، والحمد لله ساعتها كنا بنلعب فاينل مع جنوب افريقيا ولعبنا ضربات جزاء في النهائي في الفاينل. الماتشات كده عرفنا يعني الشكل الفنيات بتاعتها عباره عن ايه؟ هو الماتش مدته قد ايه؟ هو دلوقتي الاربع فور كوارتر بيبقى كل شوط ربع ساعه. بين الشوط الكوارتر الاول والثاني دقيقتين بس راحه، بين الثاني والثالث بيبقى خمس دقائق. هم اربع شوط. يعني احنا عندنا مجمل الماتش كله ساعه. ساعه بالظبط. صح كده؟ بالظبط. واي سكور بقى ان كان الموضوع مفتوح اوبن. والتغيير التغيير عندنا مفتوح، مفيش يعني اللي بيغير ممكن معين. ينزل تاني زي الهاندبول والفولي والباسكت. بس لما اعتقد يعني الشق البدني هنا اصعب بكتير شويه جدا. احنا لعبتنا ادوات وجري الفكره كلها كمان انك ما بتجريش، ما بتلعبش برجلك بس. بالظبط. بتلعب بايدك، بتشتغل منتال بمخك وبتجري على عضلات رجلك. وغير كده كمان ظهر، عضلات الظهر في الهوكي لازم تبقى قويه جدا. انت دايما اغلبيتك مش دايما يعني اغلبيتك ممكن تبقى موطي معظم الوقت بس مش على طول يعني. فده بيبقى طبعا بتجري كمان. هي معلش اللي بتلعبوا بيها دي بتبقى ايه يعني؟ كوره الهوكي دي كوره ولا بتبقى كورة. حاجه شبيهه للكوره؟ لا كوره هوكي. كوره زي بتاعه الجولف بس اكبر شويه، يعني تعتبر قد حجم كره التنس بس طبعا اقوى طبعا وانشف. بتبقى مختلفه عنها جدا. بتبقى جلد؟ لا وبتبقى مواد كيماويه كده بتتصنع بيها طبعا، بتتعمل بره. بتبقى ناشفه، بتبقى يعني اقصد بتبقى صلبه شويه او طبعا. صح كده؟ تقيله يعني مش خفيفه قوي يعني. لا هي خفيفه بس صلبه. هم التكنولوجيا دخلت زمان طبعا غير دلوقتي. التكنولوجيا دخلت فيها بشكل كبير، بقت الكوره ممكن حتى لو جت في وشك او جت في جسمك مش هتعمل اثار زي اللي كان بيحصل زمان. الحارس يعني هو اللي عليه الليله كلها، بس بيبقى لابس حاجات كتير. مقفز نفسه والدنيا امان يعني، وتحس ان هو الدنيا كويسه. طيب مشوارك الخاص بيك انت بقى يعني، مع سواء كان مع نادي الزمالك او حتى بعد نادي الزمالك وايضا مع المنتخبات الوطنيه، في كم بطوله لحد دلوقتي؟ كتير كسي في يعني. يعني هقول بدايتي مثلا لعبت بطوله، كان في بطوله وديه مع منتخب مصر الاول، دي كانت بداياتي في 2005. بطوله في بولندا دي كانت اول بطوله العبها. بعد كده بقى ابتديت العب بقى يعني، كان في بطولات كتير يعني. بطوله افريقيا في اهمهم ايه بالنسبه لك واللي انت حسيت ان هم لا اضافوا لتاريخك؟ الحمد لله. هو اكيد اهمهم كانت بطوله الالعاب الافريقيه مع منتخب مصر في 2011، كانت مع كابتن طاهر، كان ساعتها هو موجود ومشي بعدها. دي كانت تعتبر اول بطوله العبها قويه مع منتخب مصر، وكان فيها منافسه قويه مع جنوب افريقيا، وحتى احنا خسرنا في الفاينل 1-0 في زيمبابوي. بس كان ساعتها جيل منتخب مصر طبعا ساعه الثوره وكده، كانت تاثر لنا شويه ان احنا ما كناش في معسكرات وكده، بس الفتره دي كنا عاملين فيها شغل كويس يعني. اليوم اكيد بيختلف في رمضان عن قبل رمضان. قبل الفطار بقى يا جماعه، انتوا عارفين الواحد ايه يعني، ايه نفسي اقول والله عايز حاجه بس ما انتوا عارفين خلاص هانت الفطار هيدن كمان شويه اهو. قول لي كده يعني نظام يومك عامل ازاي قبل رمضان وبعد رمضان او في رمضان يعني؟ طبعا التدريب في رمضان مختلف جدا عن قبل رمضان. قبل رمضان بيبقى اليوم عادي، ممكن تتمرن الصبح والظهر وبالليل. انما احنا في رمضان احنا لسه كنا عندنا معسكر الاسبوع اللي فات، الخميس والجمعه والسبت اللي فاتوا مع المنتخب، كنا بنتمرن الساعة 4 العصر. تمرين الساعة 4 العصر ده بيبقى جيم، شوية سكواتس حاجات كده. بنخش الفطار طبعا، بنفتح حاجات معينة عشان بيبقى في تمرين تاني الساعة 10 هوكي. فده بيبقى اليوم في يعني الصبح يعتبر بدني الساعة 4 قبل الفطار. بنبتدي الساعة 4 قبل الفطار بدني. صح كده؟ بعد الفطار فني. طبعا. صح كده؟ الفنيات بقى والحاجات الهوكي. حمل بدني برضو مش قليل يعني طبعا. شغل اكيد بيفيد اكتر يعني. الشغل بالذات الجيم او اللياقه قبل الفطار ده بيبقى كويس جدا للجسم.
لان انت بيبقى الفرق عقبال ما بتخلص تمرين لما بتفطر على طول بتخش بتاخد شاور او كده وتنزل على الفطار على طول. هايل جدا. انا عارف ان في دلوقتي مدرب موجود معاكم، مدرب باكستاني وليه فكر مختلف، وراجل عامل بصمه كبيره دلوقتي معاكم، اسمه قاهر زمان. طاهر زمان. صح كده؟ صح. قول لي يعني اخباره ايه، شكله، فنياته، عامله ايه معاكم؟ التعامل معاه برضو بالنسبه للهوكي بيبقى برضو سهل التعامل من ناحيه الفنيات والكلام ده؟ كابتن طاهر، الميزه اصلا عموما في اللعيبه المصريين احنا ستايلنا قريب جدا من الستايل الباكستاني والهندي في اللعب، احنا حريفه زيهم. فكابتن طاهر مش هيواجه صعوبه في الفنيات بالنسبه للامكانيات بتاعت اللعيب. الفكره كلها ان دلوقتي كابتن طاهر زي ما قلت لحضرتك هو اف اي اتش ترينر، فهو كاكاديمي قوي جدا. غير كده كمان هو كان لاعب اصلا في منتخب باكستان الاول، وكان احسن لاعب في العالم في سنه 1996، كان كاس العالم، خدوا كاس العالم 96، كان احسن لاعب ساعتها في كاس العالم. فاللي دلوقتي بيديه لنا سواء انت بتشوفه حتى هو في سنه دلوقتي اللي هو مثلا زي ما بنقول كبر، وهو ماسك المضرب انت بتشوفه لعيب جامد حتى وهو في سنه دلوقتي. فده بتتعلم منه، هو بينزل معانا التمرين بمضربه لحد دلوقتي. ند معاك قوي يعني؟ جدا، وممكن يلعب معانا ساعات. لا والله بجد راجل يعني جميل، حتى راجل كده في الهوكي قوي، احنا بنحبه. شايف ان المدارس دي بتفرق معانا بشكل كبير بالنسبه لنا كلعيبه؟ طبعا. بص، احنا جالنا قبل كده مدارس اوروبيه وجالنا مدارس اسيويه، هي مش هتختلف، هي كل واحد ليه مدرسه، بس الفكره كلها انت هتستوعب انهي. كابتن طاهر في ميزه ان هو ميكس بين الاوروبي والباكستاني. يعني واخد الحرفنه مع النظام. الستايل الاوروبي بيعتمد على النظام اللي هو فرد الملعب، باص، قوه، سرعه. الباكستاني بيعتمد على المهارات اكتر طبعا، والهندي حضرتك عارف اللي هو الشق الاسيوي شويه، اللي احنا ممكن رايحين الهند يمكن هي من بالظبط مصنفه برضه. كابتن طاهر بقى طبعا من ان هو دورات تدريبيه كتير وكورسات وكده بقى واخد الستايل الاوروبي مع المهاري، فهو وصل لمرحله معانا كمنتخب مصر ان احنا دلوقتي بنلعب بالمدرستين بالظبط. طب وده مهم جدا يعني برضو على اطار بقى المنتخبات، شايف ان احنا يعني واصلين للمكان اللي احنا نستحقها؟ لسه. ليه بقى؟ عند ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله هدفنا ان نصعد اولمبياد باريس 2024. يا مسهل. ده الهدف الاساسي بتاعنا. عندنا الالعاب الافريقيه قريب ان شاء الله، ممكن تبقى شهر 10 في نص 10. تمام. فده الهدف والحلم اللي احنا بنشتغل عليه الفتره اللي فاتت دي، وبامر الله ده هيبقى بدايه حتى مش ممكن ما يبقاش للجيل بتاعنا بس، يعني احنا نخلص نصعد اولمبياد باريس اللي بعد كده هيستفادوا الاجيال الصغيرين. الجيل بيسلم جيل هم حتى لما وده طبعا الحياه. اصل الفرقه اللي بتصعد اولمبياد في الهوكي او اي لعبه عموما بيبقى عليها العين من بره، يعني ممكن الدول الاوروبيه تطلب تلعبك، تطلب تيجي عندهم تعمل معسكر، يحصل عندك في عروض احتراف كتيره، لعيبه كتير مهم قوي. بالظبط. ده مهم جدا بقى. والله يعني انا شايف ان احنا الحمد لله على نطاق الانديه عاملين شغل غير طبيعي، يعني زي بيقولوا كده ايه، احنا مكتسحين افريقيا يعني، فاهم؟ وما شاء الله كل واحد فيكم عامل دور كبير جدا مع ناديه، والانديه نفسها كمان ما بتبخلش على اي حد خالص، وبالاخص في الهوكي. يعني لو بنتكلم على زي ما قلنا من شويه الشرقيه او نادي شرقيه الدخان، وبرده عندنا برده نادي سموحه على ما اعتقد يعني، بس لو بنتكلم على الناديين دول بالاخص يعني، ونادي الطيارات على ما اعتقد هو كمان، بس الناديين دول دايما هم البطولات عندهم كده، تحس ان هم تركيزهم ودعمهم. وجبنا معانا هنا في البرنامج اكتر من ضيف معانا، سواء كان مسؤول او لاعب من ناديين، فالواحد بيبقى فرحان جدا بيهم، لان الدعم في القصه دي ده على ما اعتقد الاهم. قول لي النادي بيعمل ايه معاكم، يعني اشمعنى الهوكي؟ مفيش، هو اللعيبه نفسها، بدايه اللعيبه عموما من وهم صغيرين بيحبوا اللعب، وكلهم يعني معظم اللعيبه ساكنين قريب من النادي، فمن صغرهم بيخشوا النادي وبيلعبوا اللعبه دي. نفس الكلام في محافظه الشرقيه، لا هتلاقي محافظه الشرقيه كلهم بيلعبوا هوكي، يعني ممكن مختلفه شويه عن الالعاب كتير، يعني الهوكي عندهم في الشرقيه ثابت، ماشي بمضرب في الشارع. فده رقم واحد. رقم اثنين بقى بالنسبه للنادي، طبيعي اي نادي بيشوف اللعبه بتنجح او بتكسب او بتحقق حاجه هيفضل مساندها وحافظ عليها. مش طبيعي ان انا مثلا ابقى لعبه بكسب وبنجح
وهيقول لي لا ما تلعبش او انا مش عايز اللعبه دي. بالذات ان انا بكسب على المستوى الاقاري، يعني انا بكسب في افريقيا مش بكسب في الدوري بس او كاس مصر بس. انت عارف ان يعني وزاره الشباب والرياضه او بالاخص يعني وزاره الرياضه اصدروا قرار كده، وان شاء الله برضو يعني يتم الفتره اللي جايه ان هو عوده بطوله الاهرام مره اخرى للساحات يعني مره تانية. شايف ده يعني هيفرق معاكم بشكل كبير؟ طبعا. وهيزود من اللعبه ان شاء الله. احنا كنا مع دكتور اشرف من فتره كده في تكريم احنا لسه كنا حاصلين على بطوله افريقيا للهوكي فايف وصعدنا كاس العالم ان شاء الله في مسقط 2024 في يناير. كان دكتور اشرف وعدنا ان بطوله الاهرامات دي تتعمل، وهتبقى اصلا حاجه كويسه جدا لمصر ان بطوله الاهرامات تتعمل الهوكي ودوليه وكبيره. واحنا ان شاء الله عندنا مقابله يعني مع دكتور اشرف تاني عشان هو يفرحنا ان البطوله هتتعمل، يعني دي حاجه خبر لسه عارفينه برده من قريب. الحمد لله. دي حاجه كبيره جدا خلي بالك، وحاجه مهمه قوي. وطبعا يعني دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بجد بيحاول يعني بكل الطرق ان هو يسعى ان دايما اي لعبه او اي رياضه نورت شويه وكان ليها يعني الصدى بتاعها ان هي تكمل ما تنزلش. ولو لا قدر الله بعض الالعاب ممكن فيها بعض التذبذبات كده او بعض ممكن طلع نازله، بس اهم حاجه في الاخر احنا شايفين ايه السلبيات بتاعتها وبنعالجها. وده اللي انا شايفه الحمد لله الفتره اللي فاتت في بعض الالعاب يمكن اللي هي بعيده شويه عن كره القدم، وده بالنسبه لنا الاهم. لان يمكن زي ما احنا قلنا بعض الدول الافريقيه بقت بتستغل يعني الرياضات الاخرى ان هي ازاي ممكن تتفوق فيها وتكبر حتى لو كانت ملهاش تاريخ فيها برضو يا عبد الحكيم. طيب قول لي ايه الاستعدادات الفتره الحاليه للبطولات بالنسبه لكم كنادي؟ يعني هل انتوا خلاص حسمتوا بطوله الدوري او المسابقه بتاعتكم ولا لسه شويه؟ وكمان برضو على نطاق المنتخبات الوطنيه. احنا لسه مخلصين الدوري العام بقالنا شهر. فريق طائرات حصل على بطوله الدوري واحنا حصلنا على المركز الثاني، بس كان ساعتها يعني داخل فيها نتائج مرتبط، ما كانش الدرجه الاولى لوحدها. كنقط الدرجه الاولى لوحدها تشير الدخان بطل الدوري العام طبعا، بس ما بتتحسبش كده. فالمرتبط كان ليه نتيجه مؤثره يعني، فريق طائرات حسم الدوري العام. وان شاء الله لسه عندنا بطوله بكره، عندنا بدايه بطوله الهوكي فايف دوري برضو هيتلعب بكره على ملعب اتحاد الشرطه. وان شاء الله عندنا بقى كاس مصر في شهر 5. يا مسهل الحال. في كم مسابقه عندنا في الهوكي؟ هو الدوري العام، كاس مصر، الهوكي فايف دخل حديثا ليه دوري لوحده يعني، والسوبر، بطوله السوبر المصري، بطل الدوري وبطل الكاس. طبعا اصعب من الدوري لان هو النفس الطويل. بالظبط صح كده. بتلعب يعني تبقى بتلعب 18 ماتش. عايز تعمل ايه يعني؟ ما شاء الله بعض الحاجات اللي يمكن انا اعرفها من زمان، لان كان ليا لقاء من كام سنه كده على قناه اخرى برضو، بس يعني كان برضو حلمك وهدفك بعض الحاجات الحمد لله حققتها. دلوقتي ايه حلمك وايه هدفك؟ عايز تعمل ايه تاني؟ انا ان شاء الله هدفي الاساسي دلوقتي اولمبياد باريس 2024، ده رقم واحد. رقم اتنين ان انا بطمح بقى بعد كده ان شاء الله اني اخلي الاولاد الصغيرين اللي في الهوكي يطلعوا يتعلموا اللي انا ممكن ما كنتش اتعلمته قوي، يعني ياخدوا الحاجه الجديده. انت عايز تدرب بعد كده صح؟ انا بدرب يعني، ابتديت مع الناشئين شويه دلوقتي. لسه بقى ان شاء الله اكمل يعني. كمدرب عايز توصل لايه؟ نفسي امسك منتخب مصر بعد كده بقى ان شاء الله. مش بعيده طبعا ان شاء الله. كل حاجه بتيجي واحده واحده وخطوه خطوه يا احمد، وربنا يوفقك ويكرمك. طبعا البطل واللاعب والكابتن، الكابتن احمد عبد الحكيم لاعب منتخبنا الوطني ونادي شرقية الدخان للهوكي، شكرا جدا لوجودك معانا النهارده. وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. رمضان كريم عليك يا رب كده. وتحياتي لزمايلك ولاداره النادي. يوصل. شكرا جدا ليك. يعني بكده خلاص حلقتنا خلصت النهارده كده، ايه على خير وحلوه وجميله وخفيفه كده. ودايما ناخد من ابطالنا العزيمه والاصرار والتحدي، ودايما ما نضعفش حتى لو المشوار طويل شويه، لكن في الاخر بنوصل. ايا كان مسمى اللي انت بتعمله ايه، وايا كان مسمى الرياضه بتاعتك ايه، مش كل حاجه بس رايحه لكره القدم، لا، عندنا في ابطال منورين في رياضات تانيه وفي مناطق تانيه بشكل كبير جدا ومختلف. معاكم ان شاء الله حلقه جديده وانبوكس، استنوا على خير باذن الله. يلا سلام.